بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا لهذا اليوم هو كارد السبلت. طبعا هذا كارد جوكر للسبلت يستخدم لأبراض السبالت. احنا بالنسبة لنا كشغلنا للمبردات اكو قسم المبردات تيجي الكارد مالها يصير هنايا، الكارد مالها يصير هنايا الوجه مالته. هذا طبعا ما إله كارد. الكارتات الموجودة بالسوق كلها من هاي النوعية، فهذا يصير الشاشة مالت عريضه، فمن يحترق ماكو إله بالسوق. فالكحل حل بالنسبة لهذا النوع اللي ما موجود بالسوق وبالنسبة لهذا النوع اللي دارج. هذا هو كارت السبلت. طريقة الربط مالته هسه اشرح لكم اياها. هاي مكوناته طبعا، هسه هي مكوناته نشوفها. محولة مال كهرباء، المحولة مال كهرباء هاي الفيشة مالتها ما تقبل غلط، 1 2 هاي الفيشة مالتها دخول وخروج. زين، عندك هذا الشريط مالت الشاشة، شاشة العرض. هاي هي شاشة العرض مالته، تشوفوها هاي شاشة العرض مالته. بالنسبة لنا اللي يهمنا طريقة الربط مالها، الواير الأبيض المشترك بالنسبة للماطور، هذا الواير الأبيض يكون مكانه هنا مكتوب عليه حرف N، طلعنا إياها، يكون ويا دخول الكهرباء. هاي القراصة مالتي دخول الكهرباء وهذا الN المشترك. الطرف الثاني مال الكهرباء على هذا الكم مكتوب عليه كم، هذا راح يكون الطرف الثاني مال الكهرباء. زين، عيني احنا بالنسبة لنا يهمنا هنا السرعة الثلاثة، هاي كاتب لك إياها، هاي شوفه هاي ميديوم ولو. زيني هذا تربط عليه الاسود هنا على العالي والازرق والاصفر، الكونديسر هذني وايراته. وبالنسبه للريموت مالته هذا شكل الريموت، هاي الباتريات مالته. احنا راح نستفاد بس من شغله الفان، هذا الفان مالته نغير بيه السرعه. هسه راح نشوفكم اياها. الريموت مالته هذا مثل ما تشوفونه، واللي يهمنا الفان، يعني من تقسم بالفان راح تقسم عندك السرعة. فهسه رابط لكم اياه على شغلة الفان. الميزة الحلوة بهذا الكارت بانه يخزن، يعني بيخزن من طفيها المبردة والشغلة تشتغل وحدها. هسه راح اشغلكم اياه انا خازن على سرعة. لاحظ اشتغلت الفان وحدها بدون يعاز. لاحظ التغيير مال الامبير هنا ما يبين عندكم، راح اغير بالسرعة مالته وشوفه. لاحظت التغيير بالامبير والماطور ده يفتر، وهاي السرعة اللوح. زيني هاي السرعة طفيناها هسه، هاي السرعة لاحظ، هاي السرعة وهاي السرعة الثالثة لاحظ. فإذا هذا الكارت أنا يعني برأيي ناجح 100%، وتقدر استخدام مزدوج هذا لأي جهاز تقدر تشغله، أي جهاز عندك بالبيت تقدر تشغله على شكل مراحل. فحبيت أوضح لكم لأنه هواي ناس تدوخ بهاي الشغلة، ماكو كارتات بالسوق زينة، وهذا الكارت ناجح. وشكرا لكم.